بسم الله الرحمن الرحيم. أهم موضوع في الحياة وفي التاريخ، ومع ذلك احنا تأخرنا فيه 500 سنة عقبال ما نعمله، تعديل النحوسات أو إصلاح النحوسات اللي في الخريطة. أنت بتحلل الخريطة الميلادية علشان تعرف حظوظك، تعرف نفسك، ويعني بتدور كيف تعدل الحظ. أنت بتلاحظ الأخطاء اللي موجودة في الخريطة، أو بتلاحظ المشاكل اللي موجودة في الخريطة. في حاجات ما بتتعدلش، أنا ما أقدرش أعدل إن أنا جنسيتي مصري، يعني أنا في حاجات ما تتعدلش، ممكن آخد جنسية جديدة، لكن هفضل مصري بالكلام وباللهجة وبالعادات، وفي طباع ما بتتغيرش، في حاجات صعب تغيرها. لكن بشكل عام الخريطة ممكن يتغير فيها حاجات، ممكن تقفل أبواب، تفتح أبواب، تسهل أشياء، تقفل أشياء، تزود، تنقص كده. طبعا في صوت بتاع ناس بيكسروا حوالينا، فما شاء الله. المهم إنه نحوسات زحل هي بتكون نحوسات التعطيل. احنا يعني هنشرح كل الكلام الموجود ده، واعذرونا لو في صوت في الخلفية لأنه في تكسير في الجيرة. نحوسات زحل بتكون نحوسات الوقف والتعطيل أو التجميد. زحل بيجمد الشيء، يعني زحل لما بيقعد في البيت السابع بيت الزواج بيجمد بيت الزواج، زي نسوان طالع الاسد محدش بيتجوزهم ولا حاجه، لانه زحل بيحكم بيتهم السابع، ومشاكلهم كتيره في الجواز، ومشاكلهم الى ما لا نهايه في الحياه الزوجيه. بيبقى مطلوب منهم حاجات كتيره جدا، مطلوب منها ان هي تقلل استحقاقها الحمضان، وان هي تكون واقعيه شوي، وان هي تبطل تكون شبه جعفر، ومطلوب منها تعدل نفسها. يبقى التعديل هو بالوعي وعلم النفس، انها تفهم شخصيتها، وتعديل السلوك اللي هو تلاحظ السلوك وتعدل، او تطوير الذات انك انت تبتدي تعدل من اخطائك، تعدل من الغرور والكبر اللي فيك، وتخليك انسان متواضع، تبطل اللعانة وتخليك انسان دغري، وهكذا. لو ما عندكش موهبة في الشيء وانت حابه ممكن تتعلمه، ما بتعرفش في الموسيقى تروح تتعلم، يعني مو شرط ان يكون في دلالة في الخريطة، وانك تقرأ اوراد، وانك يعني تتروحن، يعني تشتغل على نفسك روحانيا، او تشتغل على نفسك في الفكر والوعي والمعرفة. ده نحوسات زحل. يعني الموهبة، حتى لو عندك موهبة، حتى لو ما عندكش نحس، حتى لو افترضنا ان خريطتك زي الفل، لو افترضنا ان خريطتك احسن خريطة، برضو انت محتاج تسعى، محتاج تجتهد. قصة انك تنام والحاجات تيجي لك لحد عندك على طبق من ذهب، اوكي موجودة، ممكن في ناس رزقهم سهل، في ناس رزقهم صعب، في ناس فقراء، في اغنياء، في كل حاجة. فانت لو انت عايز تكون زي فلان، فلان جات له الفلوس وهو نايم في البيت، طب انا ما اقدرش، كيف اجيبها لك؟ معايا عصا سحرية ولا حبة سحرية عشان اجيبها لك؟ فالسعي مطلوب في كل الحالات، الاجتهاد والسعي مطلوب. زي الواد بتاع الماسونية تحت ما بيبخر وبيجتهد، زي الكهنة الأعظم نفسه، ذات نفسه بيجتهد، وجايب بخور، وجايب نسوان، وجايب رؤساء العالم وحاططهم وراه. فحتى الكاهن بتاع الماسونية نفسه مجتهد وشغال على نفسه، والراجل بيقرأ التعويذات وبيقرأ ال شو يسموه، الأشياء بتاع الاستحضار وإلى آخره. فالاجتهاد زي ما قالت الشيخة دواليبا: I don't have a therapist but I have an astrologist. أنا ما عنديش دكتور نفسي أو أخصائي نفسي، لكن أنا عندي فلكي. ليه؟ لأنه الكواكب هي بطاريات الطاقة العملاقة في السماء، تدور وتمشي وتشحن وتعمل ميكروويف لكوكب الأرض. فبناء عليه، بناء عليه انت لازم تتقي الله وتخاف الله في نفسك، وتعرف نحوسات زحل. عرفت نحوسات زحل؟ اوكي. نحوسات المريخ باختصار هي الافعال الغلط اللي احنا بنعملها، سواء بقى كان تسرع، سواء كان اندفاع، كان تهور، كان غضب، كان طيش، كان سوء تصرف، انك ترمي حاجة على الارض، انك تكسر حاجة، الحوادث، لان المريخ يحكم العقرب، والعقرب هو البيت الثامن في علم الفلك يعبر عن الحوادث. نحوسات المريخ، الغضب، العصبية، دي نحوسات المريخ. أنا عندي نحوسات المريخ، أنا محمد عندي نحوسات المريخ، لأن لساني طويل وما غير أسب وألعن في خلق الله، يعني أكتر إنسان يسب ويلعن في خلق الله هو أنا. وما أرتاح أبدا أبدا، ما أرتاح إلا لما أسب وألعن، مستحيل مستحيل أرتاح إلا لما أغير أكفر في الشخص. ليه؟ لأن في بشر مستفزين وأغبياء، أغبياء فيهم غباء مو طبيعي، يعني غباء يفوق الوصف. فده لازم، يعني ده لازم أنت يعني تكوي بالنقر. فنحوسات المريخ بتخليك إنسان تهدر طاقة على الفاضي، وتهري على الفاضي، زي ما أنا دلوقتي قاعد أهري كده.
فده نحوسات المريخ. نحوسات التربيع والمقابله اكيد هي بتيجي من اتصالات المريخ او زحل السلبيه، وبتكون انك لازم تصبر وتطول بالك. يعني الزهره تربيع المريخ انك تقابل نسوان عايزين الحرق، زحل تربيع الزهره نفس النظام، زحل تربيع المريخ انك لازم تسمع القانون وتمشي مع القانون، زحل تربيع الشمس او مقابله الشمس انك لازم تثق في نفسك ولازم تتحدى صعوبات الحياه، او لازم تكون شخص يعني واقعي، وهكذا. تشوف بقى زحل تربيع الزهره، زحل تربيع المريخ، زحل تربيع الشمس، زحل تربيع عطارد، زحل تربيع القمر، القمر اقتران زحل، القمر اقتران المريخ، المريخ اقتران الزهره، المريخ تربيع الزهره، المريخ تربيع عطارد. كل الاتصالات الخرائيه بنت الكلب دي اللي هي بتجيب وقفه او تعطيل او لخبطه او قطع، او ما بتخليش الحاجه تمشي في خط مستقيم، ما بتخليش الاشياء تمشي من المرات الاولى، لازم تخرب، لازم تعطل، لازم يحصل حدث، لازم نحس في الموضوع. نحوسات الاحتراق ان الكواكب بتكون داخليه، يعني الزهره اقتران الشمس او عطارد اقتران الشمس او المريخ اقتران الشمس او اي كوكب اقتران الشمس، الكواكب بتصبح مشخصنه شويه، يعني الكواكب بيبقى فيها نوع من انواع الشخصنه ونوع من انواع الذاتيه وممكن عدم ادراك الواقع او الانعزال عن الواقع. حتى الكواكب، نحوسات الكواكب المتراجعه نفس النظام، ونحوسات الوبال والهبوط دي ألعن حاجه. يعني المريخ اللي في الهبوط، يعني المريخ الهابط او الزهره الهابطه هي من ألعن ما يكون. ليه؟ لانه يعني في المراه اللي عندها المريخ هابط بيجي لها رجاله مخصيين ورجاله ملاعين ورجاله نشبه ولزقه، والرجل اللي في حياتها بيكون رجل مخصي مقطوع العضو منزوع البيض. ويعني حتى الزهره الهابطه بتجيب امراه لعينه وعندها اخطاء عاطفيه وعندها سلوك عاطفي غلط، وبتعمل مشاكل في علاقات الحب الحمضانه واختياراتها غلط وعيشتها غلط وايامها سوده، زي زهره العذراء. الله يلعنها من زهره، لعنه الله على زهره العذراء، الله يلعنها من زهره، لعنه عاد وثمود على هذه الزهره. من انجس الزهرات زهره العذراء. وفي الحب كشم الحب مع زهره العذراء، على كشم علاقات زهره العذراء، على كشم شخصيات زهره العذراء، على كشم معرفه زهره العذراء، لعن الله ابو الكفره والمشركين. الزهره النجسه دي احنا لازم نبقى نتكلم عنها، هي ما تتفرق عن نفس نجاسه ووساخه ولعانه زهره العقرب، الاثنين اخوان في النجاسه والوساخ، قرف، عيشه سوداء، عيشه جحيم، الله يكحمهم، عيشتهم جحيم، عيشتهم سوداء، عيش ايامهم غبره، أي ومشاكلهم ما بتخلصش، وايامهم ما بتخلصش، وحواراتهم ما بتخلصش، وافلامهم ما بتخلصش، العيشه معاهم عيشه هباب يا راجل، عيشه سوداء. دول لازم تمسك كده يعني سيخ، دول لازم تكويهم بالنار. في ناس لازم يكون لسانك كده طويل تقطع في اجسادهم، يعني في متعه كده انك تقطع في اجساد الاوساخ اللي عندهم زهره العقرب وزهره العذراء، لان دول معاتيه. يعني دول ما بيحبوش الصراط المستقيم، بيحبوا الصراط المعوق، هو كده يحب العوق، يحب تعوق. طب ايش تقول له ده؟ نفس زحل الاسد في الوبال، زحل مش عارف السرطان في الوبال، زحل الحمل في الهبوط، كوكب هابط يعني ما بنحبوش، زهره العقرب، زهره الحمل، زهره العذراء، القمر هابط او القمر في الوبال، القمر وباله في الجدي، قمر الجدي وقمر العقرب في الوبال وفي الهبوط. نفس النظام لما تيجي تتكلم عن المريخ اللي في الميزان، المريخ اللي في الطور، في كل في الوبال، مريخ السرطان في الهبوط، الشمس الدلو لعن ابوها من شمس، وشمس الميزان برضه يلعن ابوها من شمس، يعني يلعن ابوها نص نص، يعني مش قوي، يعني الشموس ممكن تمشيها شوي، الاقمار ربنا بلينا بيهم، قمر العقرب الله سخطان من فوق 7 سماوات وبلينا بهالملاعين اللي عندهم قمر العقرب، ما تعرف لهم، يعني صعب انك تكتشف قمر العقرب وتعرف الى اي مدى القمر ده لعين، صعب، رحلة اكتشاف مستمر، يعني شيء غريب. المهم يعني دي ايام غريبه وعيشه سوده، يعني ايام غريبه وعيشتهم جحيم اعوذ بالله. فالمهم ايه تاني؟ تقريبا ده كل شيء، يعني تقريبا ده كل شيء من تقريبا هو ده. في نحوسات البيت السادس، ايوه البيت السادس والثامن والبيت ال 12 نفس النظام، البيت ال 12 وبيت الخسائر والتضحيه. المهم البيت ال 12 برضو ده بيت التبرعات والعطاء والتضحيه، والبيت ال 12 بيت السجن والمعتقلات، يعني المعتقلات العسكريه ولا مدري المعتقلات السياسيه، القرف ده، الخراب ده، الدمار ده. وبيت الوقوع في الاسر، يعني انت فاهم، يعني دلوقتي اسرى حماس، كل الاسرى اللي عند حماس، حركه حماس، حركه الجهاد المسلحه المقاومه الاسلاميه، عندهم العيال اللي عندهم زحل في البيت ال 12 او عندهم نحوسات البيت ال 12، انك تفضل اسير
عند حركة حماس لمدة 12 شهر ولا مدة 6 شهور ولا 5 شهور، الوقوع في الأسر ده نحس البيت ال 12، كشم البيت ال 12، على كشم البيت الثامن، على كشم البيت السادس، على كشم القرف اللي الواحد ممكن يشوفه في عيشته. اللي بيدخل المستشفى ويقعد في المستشفى 700 سنه في المستشفى، يحمض في المستشفى، يكون عنده امراض مزمنه، يطلع دين امه في الحياه، من المعذبون في الارض، كل ده من نحس البيت ال 12، يلعن والدين البيت ال 12. يا اخي انا الله يعني. المهم الدنيا مليانه بلاوي ومليانه فقر ومليانه نحس ومليانه خراب الى ما لا نهايه. شوف كمان البيت ال 12 ليه علاقه يعني بان الانسان يكون عنده اعاقه او يعني عنده من ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم، يعني شخص لا قدر الله رجله مقطوعه، ايده مقطوعه، في نقص في شيء، في طب ما ده معاق، ده ناقصه حاجه. فهو البيت ال 12، نحوسات البيت ال 12 تؤدي الى الشيء ده، اللي بيعمل حوادث وبتحصل له بلاوي سودة، ممكن يسلم منها، ممكن ما يسلم، كل ده من نحس البيت الثامن والسادس وال 12. طلعن امهم من بيوت، طلعن والدينهم من بيوت، بيوت خرا. حتى الكواكب لما تهبط في البيت، يعني مثلا طالع الدلو، زهره العذراء هابطه في البيت الثامن، كفرنا في البيت الثامن، القمر في الوبال في البيت ال 12 في الجدي، مش عارف زحل في الحمل في ال 11، زحل في السرطان في البيت السادس. يا راجل ده، يا راجل ده مر خراب 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 بمعنى كلمه خراب. اصلا قمر السرطان، حتى القمر ده في بيته ابن 60 كلب، وبرج السرطان كله على بعضه برج ابن 600 كلب. فانت لما تجيب كواكب تهبط في البيت الثامن ولا تهبط في البيت السادس ولا تهبط في البيت ال 12، ده زياده نحس فوق النحس، واقع في الاسر ومريض، يعني شخص اسير ومريض. يعني انا ما يعني انت فاهم كيف اوصفها، دي اقل عن من كده ما فيش. يعني شخص معاق او من ذوي الاحتياجات الخاصه وواقع في الاسر، يعني فوق النحس نحس، فوق الكفر كفر، فوق الفقر فقر، فوق الدمار دمار، فوق الخراب خراب. انت مش تقول كيف توصف النحس ده؟ يلعن ام النحس. زي افغانستان كده، طلعت من خرى الاتحاد السوفيتي دخلت في خرى امريكا. كيف توصف؟ يعني في اشياء ما تعرف توصفها، في نحس في الخريطه ما تعرف توصفه، يعني الوقوع في الاسر مصيبه، ذوي الاحتياجات الخاصه مصيبه، المرض المزمن مصيبة، الإعاقة مصيبة، الحوادث والكوارث مصيبة، خسائر البيت بسبب الفيضان مصيبة، خسائر البيت بسبب الحروب زي الحروب اللي حصلت في سوريا، الحرب الأهلية السورية من 2011 ل 2019، والحرب الأهلية العراقية من 2004 تقريبا ل 2006، الحرب اللي ما بين السنة والشيعة في العراق سنة 2004 و2006 والكلام ده، وتفجير المراقد والقرف ده. نحوسات افغانستان نفس النظام، افغانستان دي العنوان والدين الكفر، فيها كميه نحس، كميه كفر، وكميه بؤس، وكميه شقاء، كل ده نحس. كل ده زحل دخل على الخط، البيت ال 12 دخل على الخط، البيت الثامن دخل على الخط، الكواكب متراجعه، الكواكب هابطه، الكواكب زي الزفت كده كده. وما انت تتوقع ايش؟ يعني مستحيل تلاقي شخص حياته ماشيه وماشية كويس جدا والخريطة فيها نحس، مستحيل. يبقى هو ظاهر لك الجانب الإيجابي، لكن حياته فيها كمية بلاوي لا يعلمها إلا الله. زحل تربيع الزهرة، زحل تربيع المريخ، زحل تربيع عطارد، زحل تربيع الشمس، أكيد 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 هيمر بفترات من الوقف والتعطيل واللخبطة إلى ما الله به عليه، أكيد. إيش تتوقع؟ أكيد 100%. فأنت لو هتصلحها ادعي ربك بقى، انت وقعت في الاسر عند حركه حماس، ادعي ربك ان نتنياهو يطلعك من السجن، ما لكش الا الدعاء. خلاص يعني ضل من تدعون الا اياه، يعني اذا ركبوا في الفلك دخلوا، ركب السفينه ودخل البحر، ايوه انت في البحر، انت في البحر، ضل من تدعون الا اياه، خلاص ما ادعي ربك بقى وانت في البحر، ما حدش هينقذك من الغرق في البحر والسفن والامواج والفشخ بتاع البحر الا ربك. لو انت ضعت في الصحراء تهت في البر، ما حدش هينقذك الا ربك، بس ما لا تحاول، او قضاء وقدر، ما دي في حاجات كده ما لهاش حل، خلاص في حاجات ما لهاش حل، في حاجات سهله وبسيطه وتتحل.
وممكن تعدل سلوكك، تعدل نفسك، تعدل شخصيتك، تقرأ أوراد، تحاول تزود حظك، يعني تعلق صور لأهدافك. أنت محتاج تشتري سيارة لامبورجيني فبتعلق صورتها علشان تتعلق بيها وتجذبها إليك وتكون مغرم بيها دايما، الكلام اللي زي كده. تكون شخص يعني بتستخدم القوانين الكونية، ده اللي ممكن يوصلك. السنابة مش عايزة تخلص يا خوفي يكون ما بيسجلش. المهم الموضوع موضوع طويل وموضوع صعب، نحوسات في الدول ونحوسات في الأشخاص ونحوسات في حاجات كتيرة، وده محتاج يتعدل وده محتاج يتظبط وده محتاج تشتغل عليه وده محتاج يتهندس. لو تشوف السنابات دي طويلة فما ما يخصكش، يعني انت اتفرج وانت ساكت، ما حدش غصبك تتفرج على كل القرف ده. المهم طولنا مرة، بس هي الموضوع بتاع النحوسات ده محتاج 600 حلقة، محتاج سلسلة حلقات النحوسات اللي في الخريطة دي، السلسلة الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الرابع كده، يعني نقعد بقى نتكلم ونهري ونهبد. نحوسات التراجع دي قصة كبيرة، يعني الكوكب المتراجع هو كوكب منتحس قولا واحدا، هو كوكب مخطئ ومذنب ويعدل أوضاعه ويصحح أخطائه، وده قولا واحدا. الريتروجريد حركة نحس للكوكب، مفيش من الكوكب اللي بيحب يرجع للخلف. انا دلوقتي انا بقول لك على حاجه، انا كنت رايح المطار والعياذ بالله ونسيت الباسبور في البيت، رحت المطار رجعت تاني البيت اخد الباسبور، يبقى نحس ده ولا مش نحس؟ نحس. اتاخرت على الطياره كانت الطياره هتفوتني، التراجع نحس. حركه التراجع هي حركه نحيسه. اللي يقول لك ان التراجع ده شيء ايجابي ده وادي ابن كلب واطي، اللي يقول لك ان التراجع ده عيال ولاد كلب، اللي بيقول لك ان التراجع ده حركه ايجابيه. الاستيشن الكوكب في وضعيه التوقف، خرا مقرف، وضعيه زباله، ازبل وضعيه، ازبل من التراجع. شوف التراجع والتوقف ما يتخيروش عن بعض. الكوكب في وضعيه الار الريتروجريد او الريفرس او ايه ريفرس ايه ما ادري ايش ريفرس ايه، او الكوكب في وضعيه الباركينج او وضعيه الاستيشن، ده برضه كوكب نحس. اكتب كده الكوكب في وضعية التوقف، اكيد ده اكيد ده وضعية سلبية للكوكب، اكيد اكيد ده مش حلو، اكيد الكوكب ما بيبقاش شغال صح، وفي حاجات بتحصل خطأ وتأخيرات وتعطيلات وعيد وزيد وصحح ومر مر ومرار يا راجل، زي النحس اللي في افريقيا كده. افريقيا دي قارة النحس الاعظم، ده مثال للنحس. افريقيا هي تجسد من الزحمه والفقر والمجاعات والحروب والامراض والاوبئه والديكتاتوريين والعبوديه. عايز ايه نحس اكتر من كده؟ انت عايز ايه نحس اكتر من كده؟ انت كانسان ايش اللي محتاج تفهمه عن النحوسات اكتر من كده؟ خلاص انا بديك امثله على ارض الواقع كيف تعدلها بقى. لازم اعمل لك يعني سلسله فيديوهات، كل واحده اقعد كده احاول اجمع افكار في دماغي، لان الكلام ده كله من خبراتي، انا بتكلم من خبراتي ومن اللي انا اعرفه، مش بتكلم من كتاب ولا حاجه. فبحتاج بقى ايه، تعمل كتاب اصلاح نحوسات البشريه. البشر كلهم دول محتاجين يتعدلوا، محتاجين يروحوا عند صيانه، مركز صيانه، مركز صيانه الكواكب والخرائط الفلكيه، مركز صيانه واصلاح وتبديل وتعديل وغير الزيت وغير الفلتر وغير محتاج تعمل له غسيل وتنظيف وكوي وصنفرة وتلميع. الكوكب ده محتاج تلميع في الخريطة.